في ليلة شتوية اجتمع أربعة أصدقاء قرروا التسلق إلى أعماق الجبال التي لم يسبق لأحدهم أن استكشفها من قبل. كان الهواء بارداً والثلوج تتراكم على المنحدرات، لكن حماستهم للتحدي تغلبت على أي خوف. بدأت الرحلة في أولى ساعات الصباح، وكانوا يسيرون على دروب ضيقة تحيط بهم قمم الجبال الشاهقة كأنها تراقبهم. أثناء صعودهم مروا بسلسلة من الكهوف الصغيرة ووجدوا آثاراً غريبة على الجدران كأنها نقوش قديمة لم يستطيعوا فك شفرتها، لكن مع مرور الساعات بدأوا يشعرون بأن هناك شيئاً ما يراقبهم في صمت. مع اقتراب المساء شعر أحدهم بشيء غير عادي، كان الجو ثقيلاً بشكل غريب وكأن الهواء مشبع بأسرار مدفونة تحت الثلوج. وأثناء صعودهم لمح أحد الأصدقاء شيئاً غريباً على قمة جبل قريب، كان مذبحاً حجرياً قديماً يبدو وكأنه كان مستخدماً في طقوس غامضة منذ قرون. اتجهوا نحوه بفضول ممزوج بالخوف. عندما اقتربوا لاحظوا نقوشاً غريبة محفورة على الحجر، رسمت على شكل دوائر متداخلة ورموز غير مفهومة. وفي وسط المذبح كان هناك وعاء حجري قديم يبدو وكأنه مليء بشيء أحمر جاف كأنها بقايا دم قديم. شعروا برهبة غريبة لكنهم لم يستطيعوا مقاومة الرغبة في لمسه واستكشافه. فجأة بدأت الرياح تعصف حولهم بعنف، وصوت همسات بعيدة انبعث في الهواء كأنها صادرة من أعماق الجبل نفسه. حاولوا التراجع لكن أحد الأصدقاء أحمد كان مبهوراً بالمذبح ولم يستطع التوقف عن التحديق فيه، وكأنه مأخوذ بجاذبية غامضة تملكهم الرعب، فقرروا العودة إلى المخيم بسرعة. ولكن وفي خضم الفوضى أدركوا أن أحمد قد اختفى. بحثوا عنه في كل مكان، صراخهم يتردد بين الجبال الصامتة ولكن بلا جدوى. لقد اختفى دون أي أثر وكأنه ابتلعته الجبال. كان الليل قد حل وتملكهم الخوف، قرروا المبيت على أمل العثور على أحمد في الصباح. لكن خلال الليل استيقظ أحد الأصدقاء على صوت خطوات بطيئة وثقيلة خارج خيمتهم، وعندما خرج لاستكشاف الأمر وجد أن أحد أصدقائه الآخرين كريم قد اختفى أيضا. حاولوا الهرب من الجبل في الصباح ولكنهم اكتشفوا أن كل طريق يسلكونه يعيدهم إلى نفس المكان المذبح. بدأ الشك والرعب يتسللان إلى قلوبهم، وبدأ وكأن الجبل يرفض السماح لهم بالمغادرة. وفي إحدى الليالي ظهر لهم شبح كأنه كاهن قديم يحمل عصا طويلة ويرتدي رداء ممزقا. بعيون فارغة نظر إليهم وأخبرهم بصوت مخيف: لن يترككم الجبل حتى تضحوا بواحد منكم، فقط واحد. تملكهم الصمت والرعب لكنهم كانوا مرهقين ومرعوبين، لم يكن لديهم خيار آخر. بدأوا يتجادلون بينهم وتحولت الصداقة التي جمعتهم في بداية الرحلة إلى توتر وصراع. وفي النهاية قرروا سحب قرعة مرعبة ليختاروا من سيضحى به. عندما سحب القرعة جاء الدور على أحدهم، وعندما اقتربوا منه لتنفيذ التضحية اختفى الشبح وعاد الجبل إلى هدوئه. في الصباح التالي اختفى أصدقاء آخرون ولم يتبقى سوى شخص واحد.